الوقت الحالي لمصلحة نادي الرائد وتسديدة، وهذه محاولة لكن تعب للمعيوف وبالتالي والأول للرائد. جول، هذه التسديدة من بنزيلي قوية، يعني تقدير ما كانش رائع من عبد الله المعيوف، رجعت التسديدة وكانت عن طريق مين بقى اللي كان سددها دي، وادي الكورة على الأرض، استلامة من السومة، عدل سدد السومة يا ولد، يقسم يقسم ولا يمكن تيجي مباراة للأهلي إلا السومة لما يقسم، وقسم يا عمر والتعادل، استلم لف بجسمه وعدل صاروخ 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 بازوكا بازوكا من عمر السومة تخبط في القائم وعارفة مكانها في المرمى. زميدي يعدل على يمينه يلعب العرضية وادي الكرة، لكن سلطان البيشي نزلت على حدود المنطقة، ماركينيو سدد حلوة وقعت رجعت والسومة والسومة ويقسم ويقسم ومن حقه انه هو قوي ناجح ما شاء الله. ادي الإعادة وادي العرضية وادي هنا الاستخلاص من سلطان البيشي، رجعت عند ماركينيو سدد صدها الشمري وقعت من ايده السومة المرمى قدامه، لازم يقسم وقسم الفريقين في 14 ديسمبر 2015، وهنا بقى السومة وعمر السومة وقسم يا هاتريك قسم يا هاتريك قسم يا سومة. سجل الثالث لصالح الأهلي 3-1. أنا اللعبة في اليمين ومحاولة من تاني، هنا المرور وهنا التسديدة يا ولد، منجورة يسجل التاني للرائد، وادي منجورة مراوغة لأمير كردي باليمين. قام سراج سراج يحاول يحاول يعدي إسلام، يمر إسلام يلعب عند عمر العمر عمر 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 عمر، طول ما عمر في الملعب الرائد ينسى، وألف تيل وألف تيل هو اللي بيتقدم ويسجل الخامس، وبالينكا من ألف تيل اللي بيسجل. في دور المحترفين كانت النتيجة 5-1 على هذا الملعب.